خالتي صفية جات تخطب لوليدها نسي. مرحبا بكم. خالتي عيشة رحبت بيهم في دارها. هذه هي أحلام تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي ونصال دوبا. وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جابيل الجديد تركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب. توب جابيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانية. بابا بابا شنو هذا؟ حليب. حليب؟ لا لا بابا، احنا نشربو حليب رامي. وعلى بالك على خيام حليب رامي حيوية ابرغوه فيتامينات سنة. رامي غني بأحسن الفيتامينات ومصنوع في أجود مصنع في الجزائر بتقنيات ألمانية حسب المعايير العالمية. الحليب رامي لكل من تحبون. تجدون دائماً القدرة على منحهم أفضل ما عندكم وتختارون الجودة. لإعداد فطور الصباح المثالي لهم. ولكن أحياناً فقط زبدة الراعي تكفي. زبدة الراعي مأخوذة من أجود المراعي. فهمت انا شقيتي روحها كاميليو، انا درت لي عليا دغيا طوطو عليلو tu mérites bien en plus c'est mon resto préféré. À chaque fois que je mange ici ça me fait voyager en Turquie. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Evet, yemekler. Çok güzel. Toto, uşkult, uşkult. Kasba İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. Boutique du voyage. Tunadın. للمزيد من التفاصيل اتصلوا بنا على الأرقام التالية. فواياج بوتيك، رحلة ماجيك. كريم بونجور، أروع شعور لأحلى فطور. مع توب سول فريشور لافاند، عطر جميل يغزو منزلكم. تبسل ينقلكم إلى عالم آخر من الأحاسيس. للمزيد من التفاصيل اتصلوا بنا على الأرقام التالية. فواياج بوتيك، رحلة ماجيك. كاسبا إسطنبول. Gerçek ustaların ellerinden.
يغمني هذا على بالك. شو هوزو تحابو مين ذاك ما يديروش اللايف؟ لايف في الكار، لايف في السبيطار، لايف في الجبانو، ديرو تشوف الكاميرا مزعوق بزاف، مزعوق فوق ماهوش عارف بلي مزعوق. انا ني قلت لك تي مزعوق، معليش طايح ادمي يودي تمشي ادمي تي مسكين طيح في لابيسين. شو وهذه ثاني واحد كومونتير الاول شباب موراه كاع شابين، كومونتير الاول مزعوق موراه كاع مزعوقين. ياسمين حلي الباب. ها والله ماني طالكم، صدقني ماني طالكم، موراكم قا 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 قا. مساء الخير خديجة، حي عليا النهار جو صافا ولا غير لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. كيفا حليلو؟ راني نشوف فيك بزاف في الدار، واش بيك؟ راني نخرج، راني نخرج، مخوك يحبسك فاني نخرج. مانيش على الخرجة، على بالي راك تخرج، راني نهدر على الخدمة. راني نخدم، عندي باركينغ فور بزاف، بابي فوت شكارة درام. بابي فوت، راك تسمي بابي فوت خدمة؟ مالغري على بالي بلي نتا نيفو ما كاين والو، سيزيام وما عندكش. لا لا سيزيام جبتو، سحنون برك داير البرد. داير البرد حليلو، روح شوف خدمة ما على باليش انايا، حوز. يا ودي خديجة الخدمة ما كاش، لي فارماسيا ما مشي يخدموا، ناس كي راهي تمرض، ضربتي زينة وتعترقد. ايه والله غير صح حليلو، قالوا لي صارت بوليميك البارح في الدار. سوكيبي دو تاع السؤال هذايا. حبيت نقول صرات البارح بالبالة في الدار. يا ودي ما حبيش نخلع خديجة، البارح دخل شارق مع شواله لي من دخل الأقبح إنسان فوق الكرة الأرضية. شفت كيف عليلو؟ المهم السقلة البارح من حومة الريصان، جالي واحد محدادة قال لي سمعت السقلة، قلت له يا ودي نايا. الله يبارك الله يسلمك. أصدم تكذا أصدم السارق خزر فيا فصافص. السلام عليكم، سحنون أدروات أنا أقوش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واش كاين فما؟ ولد عمي سارق. عليلو تاع الصح سراق. إلا راكو تنسدو راكو خايفين، إلا كان سارق اليوم حياته تخلص، راكو مع عليلو باتمان، كي يتقلق يروح في سبايدر مان، وكي حاب يضرب واحد يولي سوبرمان. زحنون. راك حاب تشوف الكفة بروموسيون، تبعني، اليوم نهار السارق. تيك يور جان. فينيش هي؟ هذيش تفيفي ما لباله تاكا واسي الود عمي. لك تغمز عندك مار عباك انا ثاني اللي يغمز لي نغمز لهم ليكو تسعين عباك لي من جيت لعليلو ما تقوليش علينا باركينجر والمسؤول فور ونتزوج نورمال تمارك والمارك مش مع بدارك خويا عليلو اسمعني انا ماشي خوك. يا عليلو يا عليلو واش كاين اليوم؟ بروموسيون تاع السقله 3 ب 10000، الصوت في الكف. ايه مليح اكو دايرين بروموسيون تاع السقله وما تعيطوليش ميم با نجي نضرب معاكم شويه. ما كفاش خوكم سيد احمد شدني 7 سنين. دقيقه زهور راكي حابه تضربي بالسقله؟ وي انا طاك. بعد شت اعتقد فيهم. المهم خديجة هبلته بالضرب بالركلة على القلب، ندم على النهار اللي صدم فيه لدار عليه. ميساج لكاع السراقين، اي سراق يحب ينضرب يتصل بالرقم الاتي 04 63 يجي ينسق ويروح. دقيقة خديجة ما عاد في التليفون ولا باكي تكوني هنايا، سما ما نحبش نرفد، صعيب يبني مسؤول. المهم الو وي ويس كامبو؟ كاش كاع كيف انجيز كامبو تاع مهبول؟ ايه راني جايز كامبو دوك نجي هاكو ما تقلقش دوك نجي صح. خديجة سكامبو اون بانو عام مشغول شفت كيف؟ قولي والله غير كي نولي نصيبك. ان شاء الله تصيبني ان شاء الله ان شاء الله. هاي ياسمين اقعدي مع خديجة. نحيت فيه الزعاف تاع 7 سنين ونص هذاك الفولوس، غزيت له باش نوريلو. ماما انا نروح على باليش واش راني ندير هنايا. راح خديجة ود عمي عليلو حكالك فيلم تاع باتمان الكلب وقنين قنينة فيها هاك تما كان يكذب عليا. دوك نحكي لك شاسرة. شوفي البارح كنت قاعدة هنا انايا ود عمي عليلو وياسمين وكاميليا، يدخل السارق قال له السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ود عمي سرق. قول والله وراه حليلو تاع الصح سراق. ماشي سراق بين الكومبارك هذا مكان عم بيسحنون. يا حم بابك روح تهم بانتي ذوق شوية ناخت وان شاء الله نجي معاك بالسير. روح انا الاول. ايه تباني. ايه ذوق نجي موراك انا سحنون كامل. يعطيني يدك سراق يا يما يا يما شحال واعر عم بيسرق. قالوا لي عليكم ساهلين بصح ما ظنيتكم كاع هكذا. عمي سحنون هاك دبر راسك كمان. اسكو دلو مفاوضات. شو عمي سرق؟ عندي زوج كباش اشدي مضروبين في الليل ما همش ماشيين مترا الشومره تاع ود عمي عليلو. قطره سبيخه ما فيهم عمي تديهم؟ مالا في النوفو روح جيبهم. عمي سحنون ما تخليش وقتي. على بالك توك تو شندر لك نجيفك. هذه هي الحكايه. صار هكا خديجه انا نروح نرقد. ايه بصحتك. قاي على خير. بسلامه. مسكين عمي سارق عطيت له زوج كباش اكسيدونتي لي زربه كم طردقين وجوان كراسه مشوط. سبحان الله. ياسمين سحنا هنا. راح راح وش بيك؟ شوف يا خديجه الكذبه راهو بالصنادق. قولي والله والله وش بيك؟ دوك انا نجيب لك الطالع. ايه احكي لي احكي لي. انا احكي لك. شوفي ايه كنا قاعدين هنا في الصالون. ايه تفرجوا في التلفزيون. ايه كنا كامل هنايا انا كاميس حنون وعليلو. دخل السراق. دخل يمشي كالسراق. يا يما شتي كيفاش؟ مساء الخير يا اطفال. مساء الخير. شتو سحنون وشو صاير داير باسكون؟ سارق عدروات. سارق وش بيكم؟ ما تخافوش ديجا لازم يكون للسارق دافع باش يجيبوه لهنا. قولي والله عمي ياسمين. والله ديجا ما تخافوش دوك انا نفريها. افريها عمي يا حمدان سارق صح. وش بيك عمو السراق؟ علاش جيت هنا تسرق؟ انا على بالي بلي سرقه ماشي مليحه. هي في الحقيقة السرقة ماشي مليحة. اليوم لانيفيرسار تاعي ما كانش لي تفكرني قلت نجي نسرق ونعمر الفيت. واحد ما تفكرك. الحقيقة فكرت غير روحي. مسكين عمو السراق. عمو ما تخافش انا ندبر راسي. سنة حلوة سنة حلوة سنة المهم لانيفيرسير تاعو جازت في البنين. ايا بصحتكم مال. يسلمك. شحال غادني داك السراق مسكين صرات له كيما موالف انا يصرالي ينساو لي لانيفيرسير تاعي. جات كامي. كامي صافا؟ الحمد لله. لاباس صافا الحمد لله. وانتي كامي صافا؟ الحمد لله تري بيان. الحمد لله. وقت القهوه جاب لي ربي لالا دوك نروح نجيب قهوه ونجي. كامي شوفي ما فهمت والو. كل واحد واش يحكي لي على حكايه تاع البارح. جو في تو راكونتي سي كي سي فريمون باسي. يا ان فولور اي لي فنو سور لا بوينت دي بيي. بونسوار تو الموند. شي غالي في سي مغاتي دامي سارك. قالوا والله استحلونا اللي شدوا بصح تروحي ما شدوش سارك. تو عليلو ما تو في با سي ريان. Je vais voir qu'est-ce qu'il veut. Girl power. Oui, quel fuck est ça, nous? Voilà, ben même bien. C'est le fait français, Edo. Fais la France 2. Monsieur le voleur, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Pour cambrioler la maison, je suppose. Non, jamais, jamais. Moi, je suis Boula Boula, le voleur. J'ai venu à cause de toi. À cause de moi? Oui, bien sûr. Eh bien, je suis un fan de toi depuis mon enfance. Boula Boula et Camille, eh bien, mon rêve. Je veux prendre un selfie avec toi. Boula boula, Camille, selfie. Oui, oui, bien sûr. Merci, merci, Camille, merci. Boula boula, Camille. Après, je ne l'ai plus revu. Voilà, c'est ça la vraie version. Eh, c'est ma canou Camille qui a dit.
Sûrement. Trop gentil le voleur Boula Boula. Et en plus, c'est un de mes plus grands fans depuis qu'il est tout petit. معليش داروني تحريشة طابة القهوة. يا اختي الحكاية تاع السرق هذيك ما عرفتش واش نامن، كل واحد يقول لي فيرسيون. باينة بلي لا فيرسيون تاع ليلو هي الصح، كلام موزون ومتقن، في المسؤولية قانون. كل واحد قال لي الفيرسيون ديالو، بصح انا اللي امنتو صح صح والله مع ليلو. هذاك اللي ما قنعنيش يا البوبون. انا عليلو يكذب ولا يقلز نامنو. مسكينه روحي روحي جري على روحك يا بنتي. جي لاليجه امس عم يجيو سيدي النت ام اهلو من نشربو نغسلو ما ميجيش غدوه ثاني. جي لالي على بالي زدت عليها شوي سعلو الفي فرق لي نسال لك وراي عم عليك. جي لالي عطيتها لك البارح. عطيتها لي اقسم بالله ماني طالقك علي ورا باش يجيب بعث له بيت السيد. جلالي سمعت بحكاية السارق تاع البارح؟ دوك نحكي لك واش درا. دوك السارق خرج من لاكا دخل في المعده خرج في القرمود تاع فوزيكا خرج تمك زعما او تيها تاع كنت امي بالوبي في البازا كان قاعد بوليسي جارنا واقف والسارق قلت له هذا سارق قال لي هذا بوليسي قلت له هذا بوليسي رفدهم قولهم او في الغوال. ايه سما زياده كبيره في هذا الدار على ما تعرفيهمش كاين لو كيف عملتو شهور عيف لي سيمسون حبوا يديروا البر ويحبوا يزيدوا عليها. İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. مع توب سول فريشور لافاند عطر جميل يغزو منزلكم. توب سول ينقلكم إلى عالم آخر من الأحاسيس. كريم بونجور أروع شعور لأحلى فطور. فهمت أنا شقيتي روحها كاميليو أنا درت لي عليو دو ريان طونطون عليلو تي ميريت بيان أون بلوس سي مون ريستو بريفيري. À chaque fois que je mange ici, ça me fait voyager en Turquie. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Evet, yemekler. Çok güzel. Tonton, uşkult, uşkult. Kasba İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. جديرة من زبدة الرعي لست الوحيد الذي يفكر بها. طبعا طبعا شنو هذا؟ حليب. مش الحليب حليب. لا لا طبعا احنا نشربو حليب رامي وعلى بالك على خيام حليب رامي. هيا ويا فيتامينات. رامي غني بأحسن الفيتامينات ومصنوع في أجود مصنع في الجزائر بتقنيات ألمانية حسب المعايير العالمية. الحليب رامي. خالتي صفية جات تخطب لوليدها نسيم. مرحبا بكم خالتي عيشة رحبت بهم في دارها.
هذه هي أحلام تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي ونصال دوبا. وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جابيل الجديد تركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب توب جابيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانية.